النقلة أصعب شي بحياتنا، يعني لما مننتقل من بيت لبيت منحس كأنه ضايعين ومو عارفانين شو بدنا نعمل وكيف حتكون أحوالنا مع النقلة الجديدة. وهيك بيصير فينا كمان لما منقرر نغير نظام الحكم بعد الفساد والظلم والطغيان، منقرر نغير البيت. هون بتبلش الثورة، والثورة بيحاول النظام إنه يدمر الدولة لأنه بيحس حاله إنه رح يروح، بيعطل المؤسسات ويخلي بعض الموظفين يتورطوا بالعنف أو بيوهم العالم بأنه هالمؤسسات هي اللي عم تقتلهم، وبيشتغل النظام على أنه تعم الفوضى ويبث الخوف بنفوس الناس. والنظام بيعمل هيك مشان يحسوا الناس أنه ثمن الثورة هو غياب الدولة، وهون بتصير الحكومة معطلة وشكلية وما إلها أي شرعية مثلها مثل النظام. وهيك ممكن أحياناً الناس تضطر تعمل حكومة بتكون بديلة عن حكومة النظام. هاي الحكومة اسمها حكومة انتقالية، والحكومة الانتقالية ممكن تصير قبل ما يسقط النظام، وقتها بتكون مهمة هاي الحكومة إنها تلغي الشرعية عن حكومة النظام وتكون هي البديل المؤقت عنه مشان تسير شؤون الناس وتضمن حكم القانون بالبلد أو بمناطق محددة تخضع لسيطرتها. وأغلب الأحيان بتصير الحكومة الانتقالية لما يسقط النظام أو أثناء سقوطه، لحتى تضمن أنه ما رح يصير فوضى بس يسقط النظام ويفوت الحابل مع النابل. وكمان من مهامها أنها تعطي تطمينات للمجتمع الدولي أنه في قوة سياسية قادرة على أنه تستلم البلد وتمثله قدام العالم. وبس تنتقل البلد على البيت الجديد، يعني يتغير النظام، ممكن تشرف الحكومة الانتقالية على انتخابات مجلس الشعب مشان تتشكل حكومة جديدة بتمثله على أساس نظام الحكم الجديد يلي اختاروه الناس. وهيك بتكون الحكومة الانتقالية خلصت صلاحياتها ومهدت إنه ينتقل البلد من مرحلة لمرحلة مثل سيارة النقل الكبيرة، يا أما بتسع كل البلد وبيمرق العفش بسلاسة وبدون ما يخرب شيء، يا أما بيتكسر وبيتخلى العفش. وهيك بيكون البلد خسر بهي العملية.